هذا هنا بصراحة هنا هذا المفصل يحتاج دكتور 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 فاضل. هذا المفصل هنا هو يقدر يرجع طوعيا، لكن هم يقول لك مثلا تعالوا عمي انطوني نفس الكرفان نفس الخيمة وخليها قريبة عن بيتي المهدم، لو ما مسموح له. استاذ ليث، احنا عندنا معايير الامم المتحده تتعلق في مفرده هي العوده الطوعيه. زين. اي عوده قسريه للنازحين تعتبر جريمه ضد الانسانيه. زين. بالتالي يفترض اذا كان المواطن لديه رغبه في العوده الطوعيه الى مكانه وهذا المكان مهدم، ماكو اي مانع ان تقوم الجهات المعنيه السلطات المحليه بتقديم الكرفان بتقديم الخيمة للعودة الطوعية لهذه الأماكن. زين. وهذا حصل عندما قامت المفوضية بأدوار تنسيقية مع السلطات المحلية في ديالة وفي الموصل وفي الأنبار وفي صلاح الدين، بالفعل قسم من النازحين اتخذوا قرار بالعودة وتم إعطائهم جزء من المخيمات. لكن التعقيدات التي تشهد بين الحين والآخر، احنا اليوم كون إجراءات الخيمة شلون تنصرف والخيمة شلون نطلعها وفق الإطار، يعني هي خيمة الآن، هو احنا نعيش في ظرف طارئ وكارثة إنسانية، والنوبة احنا نحاسب المواطن النازح صار له 5 سنين في مقيمات النزوح شلون راح ياخذ هاي الخيمة. احنا ما منطي قصر، احنا منطي خيمة تحفظ حياته، يعني اليوم ما جزء من اليوم ما رجعت لبيت المهدم، ما رجعت لبيت المهدم واستكثر او اعرقل او ادخله في مجال البيروقراطيه والروتين على مود خيمه. هذا كلامك يعني انا هسه ما اعرف والله من اللي يسمع، يعني هو ستشوف اغلب التفاصيل الان. مثلا اليوم مواطن مثلا يريد يرجع الى مكانه ما عنده فلوس نقل مثلا، او انت اليوم مثلا مثلا في محافظه ديالى احد المخيمات تكون هي قرب خانقين ولجنه التعويضات موجوده مثلا في ديالى مثلا او في الانبار في المركز. زين، انت تقول للنازح تعال من هذا المخيم اقطع الاف الكيلومترات وتعال اوصل حتى تقدم معاملته. زين، هو 1000 دينار ما عنده، شلون راح يقدم معامله التعويضات؟ بالتالي ما راح يقدر يقدم وما راح يقدر يتأمن متطلبات الوضع القانوني حتى تصرح بأمواله. كان يفترض أيضا هذه المخيمات تروح إلى لجان تعويضات مباشرة، تجلس مع النازحين وتقوم بتقديم الإجراءات وتسهيل الإجراءات وتستلم كل المعاملات معهم ونعطيهم أولوية. صار بهذه السنوات دكتور فاضل أولوية لهم. دكتور فاضل، أنا بس فهموني هسه، خذوني على قد عقلي، شنو صار بالسنوات السابقه لعد احنا ملف النازحين؟ شنو اللي نسوي به اذا احنا لا نرحمهم؟ لا اني بنيت لبيته ولا اخليه يرجع ولا انطي خيمه، واذا يسوي تعويضات ادزه من مكان لمكان، هو ما عنده 1000 دينار للنقل، ولا اني ادز للفرق الجواله اللي تروح للمخيمات اللي هي محصوره بمناطق معينه وممكن احصائياتها تكون سهله ومقيده داخل وزاره معينه او مع المفوضيه او مع اي جهه، وكل هاي ما اسويها وبهذه السنوات. لا شنو سويتوا مع القيود الامنيه؟ شنو اللي سويناه؟ هو يعني استاذ ليث، يعني هي مو بس هذا التفصيل، يعني حتى في موضوع الوثائق كان في البدايه ايضا يطلب من النازحين الذهاب الى دوائر الجنسيه، وبالتالي كان تعقيد ومشهد بصراحه، يعني كان من الصعب ان تكون النازحين ياخذون دورهم او ياخذون حقوقهم. بالتالي ايضا حصلت لقاءات مع الاخوه في الداخليه وفي الجنسيه، وسهلت الاجراءات بذهاب فرق موجوده لدى دوائر الجنسيه والتعامل مع الاشخاص الذين يحتاجون هذه الوثائق. هذا احدى الملفات، لكن الملفات كثيره، ملف الطلبه، ملف التعليم، ملف الصحه، ملف الموضوع العنف الذي حصل، يعني اكو قسم من الاشخاص مثلا تعطى لهم وثائق رسميه من قبل الدوله انهم غير مطلوبين، من يروح الى مكان اخر يقول لا انت مطلوب، فما تعرف انه على اي وثيقه يستند الان النازح حتى تكمل هذه الاجراءات.